السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل لكم طبق البورس. يلا بينا نشوف الطريقة. هتجيبي براس تقطعيهم بالشكل دوت، هتفصلي الرقبة بتاعتهم عن جسمهم الأول، وبعدين تبتدي تشيلي الجلد بتاعهم. طبعا انت مش هتعرفي تشيلي الجلد بتاع الراس، فهتسيبي الراس زي ما هي كده. هتسلقيهم بالشكل دوت زي ما انت شايفة. هتبتدي تاخديهم هتقطعيهم قطع صغيرة بالطريقة اللي انت شايفاها ديت. هتفصلي الراس عن الجسم، هما يا دوبك 3 قطع لأن البورس بيبقى حجمه صغير. هتجيبي أناناس وتقطعيه ترانشات، وجزر تقطعيه برضو ترانشات كبيرة الطريقة اللي انت شايفاها ديت. طبعا أي فاكهة تانية عندك تجيبيها تدي نكهة في الأكل. طبعا مع البصل بتاعنا تقطعيه ترانشات، والفلفل الأحمر اللي ما نستغناش عنه في كل طبخة. تحطي شوية ثوم في الزيت على النار وتقلبيهم، ترشي ملح عليهم وسكر، معلقة سكر صغيرة. شوحيهم كويس الأول على النار، الشطة بتاعتك، تحطي معلقة كركم، تقلبيهم الأول على النار، وبعدين تحطي بعد كده الفلفل الأحمر بتاعك، تشوحيهم مع بعض الطريقة ديت. بعدين تبتدي تحطي البراز بتاعتك، القطع اللي انت قطعتيها، خليتيهم كلهم مع بعض، تشويح على النار ربع ساعة بالظبط، هيتلاقيهم استوى لأن البورس حجمه صغير وما بياخدش سوا كتير على النار. شوية مية زوديهم عشان تعمل الشوربة. تحطي الخضار بتاعك، الجزر والأناناس والبصل طبعا بعد ربع ساعة تشويه الأول. تقلبيهم مع بعض بالطريقة ديت. كده الطبق بتاعك هيكون جاهز، طبق بسيط وسريع ولذيذ. وبالهنا والشفا، اشوفكوا في طبق تاني. سلام.